ثمت ما يقرأ بما حصل أو التصعيد اللي حصل هو بخلفيته وبباطنه فشل الحوار السعودي الإيراني. هل برأيك ما حصل مع لبنان، وخصوصا عندما يقول مسؤول إيراني أنه نحن لدينا 6 جيوش وحزب الله واحد من هدول الجيوش؟ ما بعتقد فشل الحوار السعودي الإيراني، بعتقد منه ماشي منيح، بس فشل كلمة ما بيفشل إلا لا يوقف. طالما في حوار ماشي يعني ما فشل، يعني في احتمال لينجح وفي احتمال يفشل، بس عادة ما في ولا حوار بيصير بالعالم إلا تحت ضغوط. يعني كل الحوارات اللي صارت بسوريا جارت تحت القصف الطيران، الحوار اللي عم يجري باليمن هو تحت محاولة أخذ مأرب، الحوار اللي اليوم الانتخابات اللي صارت بالعراق في ضغط كبير من الحشد الشعبي لتحويل النتيجة اللي هن فشلوا فيها إلى حد بعيد، أن يأخذوا بالقوة ما لم يأخذوه بالديمقراطية. بصحيفة الأخبار اليوم بالمشهد السياسي يتم الربط بين ما يحدث أو ما حدث أمس في لبنان ومأرب تماما. هل توافق؟ لا أوافق. لماذا؟ لأنه الربط بين اليوم السعودي ما عنده، بالعربي ما بعرف شو يقولوه، ما عنده لافرج بلبنان. يعني ما عنده قوى كبيرة قادرة على المواجهة بالمعنى الحقيقي، فالقرار ببرم الظهر على لبنان مرتبط حصرا بلبنان، بأداء الطبقة السياسية اللبنانية تجاه الخليج العربي. حتى لو سقطت مأرب أو لم تسقط مأرب، رد الفعل السعودي تجاه لبنان اللي بلش ينبنى من 2015 زاد بال16 صار كتير كبير بال17 وقت استقالة الرئيس الحريري واستمر إلى اليوم، هيدا نتيجة 6 سنين من التحذيرات السعودية لتسويات ولما يجري في لبنان وللقرار السياسي اللي بلبنان. بالأخير لبنان بلد يجب أن يكون حرا سيدا مستقلا، ويجب أن يكون عنده موقف سياسي موحد. مشكلة لبنان تشتت الموقف السياسي، يعني اليوم بلبنان بالقوى السياسية الحاكمة بالبلد في ناس بدها العرب وفي ناس ما بدها العرب، صح. في ناس بدها تعمل علاقة مع الخليج وفي ناس بدها تسب الخليج ليل نهار وتقول عنه وهابيين تكفيريين إرهابيين اللي بدك يعني. والدعوة إلى في ناس بدها تعادي إيران وتقول عنه من الفرس، وفي ناس بدها تعمل علاقة أطيب من طيبة مع إيران وبدها تستعين بإيران. طيب في محل كان في محل مشترك لازم يجي حدا يخلقه، مع الأسف ما قدر حدا خلقه. وكان الأكثر قدرة على خلق هذه المساحة المشتركة هو فخامة رئيس جمهورية بموقعه كرئيس جمهورية، ولم ينجح بذلك. لا حقيقة لا، لم ينجح. لذلك نحن بعد شوي حنطلع لا من سيدي لا من ستي. يعني اليوم شوفي الموقف، شوفي المشهد اليوم، إن استقال الوزير قضائي أو لم يستقل ما بيغير شيء، صحيح. إذا استقلت الحكومة اللبنانية الخراب بالبلد بده يزيد، والتحلل والتفلت كله بده يزيد، ولن يؤدي ولن ننجح بتأليف حكومة جديدة. طيب بالتالي اليوم أنا كمواطن لبناني مني راضي عن الموقف اللبناني الرسمي تجاه الدول العربية مثلا، لكن موقفي متمسك ببقاء حكومة. يعني بالآخر في جهة بدها تضل لاقطة لأنه التحلل بيصير من هون ليخلص العهد، والعهد بعد له سنة ليخلص. صح دكتور، هون أيضا بالإطار اللي عم تحدث فيه أنه حتى إذا استقالت هذه الحكومة، هل هذا الأمر سيؤدي إلى أي تراجع خليجي بالمواقف؟ لا ما فيني أقول لك، بس خلينا نحكي بمسألة بمصلحة لبنان اليوم. عمليا اذا اليوم استقالت الحكومه، وهذا القرار عند الرئيس مياتي هو بيقرر اذا يستقيل او لا بناء على حساباته، لكن اليوم اذا استقالت شو بيصير بالوضع اللبناني الداخلي؟ ما كل شيء نطلع نعمل حساب. طبعا انا الحساب للعرب عندي شيء مهم كثير، خصوصا راضي العرب على حسابنا، بس انه انا بفرط بلدي. يعني انا اليوم بلعن ابو الناس، هن اليوم دولار 21 مع الأزمة، بكرة التنين يمكن يفتح ما بعرف قديش بسبب الأزمة مع الخليج. إذا استقلت الحكومة شو بيصير الدولار؟ بس لكن فعلياً شو عم تعمل هذه الحكومة؟ ماشي فعلياً ماشي، ما قلت لك قبل هيكل عظمة، هيكل عظمة موجود، يمكن يربع عليه لحم ويمكن لا، والأرجح لا، بس على القليل في هيكل عظمة. اللي ما عنده كبير يركب حجر كبير. طيب دكتور، اليوم في العدد كتير كبير من الناس بيسألوا أنه نحن عملنا توصيف لكل شيء صار من وصول رئيس ميشيل عون إلى سدة الرئاسة، هيدا إذا نحن ما بدنا نرجع لل 2004 وال 2012 وال 2015 اللي هو كان في تدخل بالعراق بسوريا باليمن وغيرها، إذا بدنا نحصر الموضوع بلبنان الرسمي وقرار لبنان الرسمي. اليوم الناس بتقول أوكي هذا التوصيف واضح،
شو بدها تعمل هالحكومة؟ شو برأيك رح يصير يعني بكرة التنين أو بكرة الأحد أو التنين؟ شو بده يصير؟ شو الموقف اللي رح نسمعه؟ شوفي، لو اليوم لو كنت حاكمة لطلبت لقاء الرؤساء الثلاث واتخذت موقف من الرؤساء الثلاث بضرورة عودة لبنان لحضنه العربي. لو كنت مسؤولا لصنعت المستحيل عبر كل الطرق وبشكل واضح وشفاف بدون لا تزلف ولا استخفاف. لا تزلف ولا استخفاف. لبنان منه بحاجة يتزلف. صح نحن فقرة، وصح نحن شعبنا عم يشتغل ويرتزق بالخليج وبغير الخليج، لكن شعبنا عم يرتزق بالخليج وغير الخليج من تعبه ومن زكاه. منيح؟ بالتالي هول هن أسد للخليج، مش شو بيقولوا له يعني؟ مش عبء على الخليج، هن مكسب للخليج لما بيكونوا هول اللبنانيين عم يشتغلوا بالخليج. اللبنانيين اللي عم يشتغلوا بأمريكا اليوم هن مكسب للولايات المتحدة طبعا الأمريكية. بس هو هن مكسب لفرنسا. ما بدي أحكي لك على مودرنا، ما بدي أحكي على بنت من أرض طرابلسية اللي عينا مبارح الرئيس بايدن مسؤولة الاحتياجات الخاصة، ما بدي أذكر كل اللي أخذوا نوبل وكل كل العالم. اللبناني بالأخير عنده كرامته وعنده عزته وعنده عنفوانه وعنده وطنيته وعنده عروبته. هلأ نحن كيف بدنا نضبط الميزان بين الحفاظ على علاقتنا بالعرب اللي نحن بحاجة لها ونحن منكمل بعض من جهة، وكيف بدنا نحافظ على لبنان أن يكون بلداً غير متمحور. أنا خلدون الشريف قاعد قدامك اليوم على الطاولة.